مرحبا يا أصدقاء، رجعنا لكم اليوم بقصة جديدة. بس قبل ما نقرأ القصة لازم نتعرف على أسامي بعض. أنا اسمي أحمد. ريماس. زيد. محمد. جاهزين نسمع القصة؟ يلا. قصتنا اليوم هي مأنوفة واليقطينة العملاقة، تأليف فاليري توماس ورسوم كوركي بول. النص باللغة الإنجليزية لدار أوكسفورد، ومترجمة باللغة العربية من دار هاشيت أنتوان. تتناول الساحرة مأنوفة الكثير من الخضر، فهي تحب البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت، وتحب كثيرا البازيلاء والجزر والفاصولياء والبطاطا والسبانخ، لكنها تعشق اليقطين. تعشق حساء اليقطين وفطائر اليقطين وكعك اليقطين المزين ببذور اليقطين، غير أن صحنها المفضل هو اليقطين المشوي. كان هرها الأسود نفوش يحب حساء اليقطين أيضا، شرط أن يكون معدا بالكثير من القشطة. صرخت مأنوفة: أيتها المكنسة اللعينة، سأزرع في نفسي ما أريده من الخضر. وهكذا حرثت مأنوفة مساحة كبيرة في حديقتها بمساعدة نفوش، ثم زرعت كميات هائلة من الخضر وسقتها واقتلعت الأعشاب الضارة بمساعدة نفوش طبعا. كان البيت غارقا في العتمة، فتعثرت مأنوفة بنفوش. مياو! قالت له: آسفة جدا يا نفوش، لم أرك من شدة العتمة، أظن أن العاصفة آتية. نظرت مأنوفة من الشباك: لا، ليست العاصفة، إنها مزروعاتها التي راحت تنمو بسرعة فائقة حتى غطت الشبابيك كلها. قالت مأنوفة: يجب أن أخرج وأوقف السحر. لكنها لم تتمكن من فتح الباب الذي سدته ملفوفة هائلة الحجم. هيا. ركضت مأنوفة إلى الطبقة العليا وتزحلقت من نافذة الحمام على ساق نبتة فاصولياء عملاقة. تبعها نفوش مباشرة. قال في نفسه: كم هذا ممتع. إلى أن فوجئ بدودة عملاقة. ياو! كان كل شيء في حديقة مأنوفة ضخما عملاقا هائل الحجم. شجرة الفاصولياء تصل إلى الغيوم، الملفوف بحجم بقرة ضخمة، الأرانب أضخم من الأبقار، وكانت كرمة يقطين عملاقة تلتف حول بيت مأنوفة. وعلى سطح البيت يقطينة عملاقة. صاحت مأنوفة: يا للمصيبة، اليقطينة ستسحق بيتي. ثم لوحت بعصاها السحرية شرشفونا. بج شفشرونا. فهوت اليقطينة الضخمة العملاقة الهائلة الحجم في حديقة مأنوفة إلى أحجامها الطبيعية. شقت مأنوفة بابا في اليقطينة، أعدت فطائر اليقطين وكعك اليقطين وحساء اليقطين بالقشطة لنفوش، وطبعا طبقا ضخما من اليقطين المشوي، ولكن بقيت كميات هائلة من اليقطين. فوضعت إعلانا على بوابتها: يقطين مجانا، تفضلوا وحملوا. فجاء الناس بطناجرهم وأوانيهم وسلالهم، وبعضهم يجر عربات نقل. قالت مأنوفة في نفسها: ما الذي سأفعله بهذه اليقطينة العملاقة الفارغة؟ يمكنني تحويلها إلى بيت، لكن لدي بيت. تذكرت أن إحدى صديقاتها حولت في إحدى المناسبات الخاصة يقطينة ضخمة إلى عربة، ولكن من أين ستأتي مأنوفة بالأحصنة؟ عندئذ خطرت في بالها فكرة رائعة. نعم، هذا هو شكلها بالضبط.
لوحت مأنوفة بعصاها السحرية صائحة وخبطت رجلها في الأرض صائحة. شرشفونا شفشرونا. فظهرت في الحديقة مروحية لونها برتقالي فاقع. تنم. الآن تستطيع مأنوفة أن تحمل ما تريده من اليقطين كلما ذهبت إلى السوق مع نفوش. كما أن العودة إلى البيت بمروحية أمتع بكثير من العودة إليه بمكنسة. توتة توتة خلصت الحتوتة. حبيتوها ولا ما حبيتوها؟ مين أكتر شخصية حبيتوها بالقصة؟ نفوش. برضو نفوش. مين كمان؟ مأنوفة. ما عجبتكم اليقطينة؟ عجبتكم؟ طيب شكراً لكم وانتظرونا بقصة جديدة.